أهلا وسهلا في هذه المصافحة الأولى في منهجية الوثيقة أو الوثائق. قبل أن نغوص في مسألة منهجية الوثائق، هناك مبادئ أولية لابد أن يتعلمها التلميذ وأن يدركها في امتحان البكالوريا في دراسة الوثيقة أو الوثائق. لذلك إذن هذا العمل سيكون هو عبارة على توصيات عامة، ويعني هي استعداد لدراسة الوثيقة أو الوثائق. إذن بالنسبة لدراسة الوثيقة، لابد أول شيء أن نتعلم ما معنى أو نعرف ما هي الوثائق، ما هي الوثائق، ما هي أنواعها في مادة التاريخ والجغرافيا. بالنسبة للوثائق، إذن أول نوع يصادفنا دائما هو النص. والنص أصنفه أنا حسب يعني نوعين. هناك نصوص مصرح بها في العنوان أو في المصدر، يعني التلميذ سيجد نوعية النص مذكورة في العنوان أو في المصدر. مثل هذه الأنواع: الخطاب، الرسالة، المعاهدة، القانون، البنود، الفصول، المبادئ، اللائحة، التقرير، الشكوى. إذن كل هذه الأنواع لن التلميذ ما غير ما تعب روحك مش تلقاها موجودة في يعني العنوان أو في المصدر. إذا كان أنت قريت العنوان والمصدر ما لقيتش حتى شيء، فإنك هنا تمشي إلى يعني تحط في الدوار متاعك ولا المطلوب منك، تقول هو نص إخباري إذا كان في التاريخ، أو وصي تحليلي إذا كان في الجغرافيا. إذن حاسب تو هنا كل أنواع النصوص إذن مذكورة. إذا كان النص لم يذكر في عنوان أو في المصدر نوعيته، فإذا أنا بطريقة نمشي عيني مغمضة ونكتب إذا كان في التاريخ نص إخباري، وإذا كان في الجغرافيا نكتب يعني نص وصفي تحليلي. واضح. النوع الثاني: إذن صورة فوتوغرافية أو كاريكاتورية. إذن الصورة إذن فيها نوعين: إذن صورة فوتوغرافية إذن مصورة بآلة، أو صورة كاريكاتورية إذن وقع تصويرها باليد. النوع الثالث هو الرسم. والرسم هناك نوع أنواع: بياني وهناك مبسط. الرسم البياني يكون في إحصائيات، في خط عمودي، خط أفقي. والنصوص البيانية أنواع، منها الدائرة، منها الأعمدة، منها الهيستوغرام، ومنها الخط البياني أو المنحنى. الرسم المبسط لا يحتوي أرقام أو يحتوي إحصائيات، إذن هو يعبر بطريقة رسم عن ظاهرة معينة. الوثيقة النوع الموالي هو الجدول الإحصائي. والجدول الإحصائي قلنا هناك نوعان: هناك ثابت وهناك متحول. الثابت تكون معطياته ثابتة في فترة زمنية واحدة، يمكن أن تكون سنة أو يمكن أن تكون معدل لفترة زمنية. وإذا مثلا صناعة الطائرات سنة 2020، وإلا إنتاج الصناعي بالبرازيل سنة 2020، إذن كل الإنتاج في 2020 إذن ثابت. وإلا متحول مثلا يعني جدول على أتفاق التجارية في سنة 1980، 97، 2000، 2010، 2015، 2020، إذن هذا يعطيك السلع أو الصادرات في عدة سنوات، إذن يكون متحول. ثم هنا نعطيكم أنا يعني السر في الحكاية هذه، إن يكفي أنك تنظر إلى الجدول في عنوانه. كي تلقى كلمة تطور في العنوان حط جدول إحصائي متحول، حط غير ثابت. تلقى ما تلقاش كلمة تطور في العنوان حط ثابت. دائما العنوان في الجدول الإحصائي متحول يكون تطور مثلا الأدفاق التجاري، تطور الإنتاج الصناعي، إذن هذاك عنوان بالشكل ذاك الجدول سيكون متحولا أو غير ثابت. واضح. بالنسبة للخريطة، إذن خرائط مهما تنوعت إذن اكتب دائما خريطة. بالنسبة لي السلم نكتب سلم زمني. بعض التلاميذ يقول لك مسيو كيفاش نجاوب في نوعية الوثيقة؟ تجي مثال في الدفوار نتاعك، السؤال الاول قال لك بين نوعية الوثائق او طبيعتها، تكتب السؤال عدد واحد نوعية الوثائق او الوثيقة. اذا كان وثيقة حسم الامر، شقولوا يعني تعطيه نوع نتاعها. اذا كان عدد وثائق شقولوا اذا انا هنا اربع وثائق، الاولى مثلا نص في شكل معاهدة، الثانية صورة فوتوغرافية، الثالثة خريطة، والرابعة إذا جدول إحصائي ثابت. إذا كان هم مثلا في الجغرافيا جداول من نفس النوع، شقولوا ثلاثة جداول إحصائية ثابتة مثلا أو غير ثابتة. بهذا الشكل نجيب، يا إما نجيب صفة جماعية أو نجيب عن كل وثيقة بمفردها. هذه النقطة بالنسبة لي نوعية الوثائق. النقطة الثانية، الأسئلة لما تأتينا في البكالوريا كيف تأتي؟ هناك القانون يقول لك لا يتجاوز عدد الأسئلة خمسة أسئلة، كل سؤال على حدة، كل سؤال تقع الإجابة عليه على حدة لوحده. لا نقوم بتحليل مسترسل، لا ننجز لا مقدمة ولا جوهر ولا خاتمة. العمل الآن من 2017 في الأداة الجديدة لامتحان البكالوريا أصبحت في الوثائق الجغرافية، إذا كل سؤال تجيب عليه بمفرده، تضع عنوان السؤال، رقم السؤال، وتجيب في شكل يعني فقرة، إذا خاصة سؤال 4 و5. البقية كل بإمكان تجاوب في شكل مطاط، ما عندك حتى مشكل.
بالنسبة لي الأسئلة، السؤال الأول دائما يتمحور حول إحدى هذه النقاط أو نقطتين من هذه النقاط. أول حاجة عندنا الموضوع والإشكالية والفكرة العامة، إذا تأتينا في التاريخ والجغرافيا، الإطار التاريخي يأتي إلا في التاريخ، نوعية الوثيقة أو الوثيقة تأتينا في التاريخ والجغرافيا، التعريب المؤلف أو تعريب المصدر، إذا هذا ينطبق على مدى التاريخ. في الامتحان يعطيك سؤال ويعطيك يعني معطى من هذه المعطيات أو معطيين، كيف إذا أجيب؟ بالنسبة لنوعية الوثيقة إذا تعرضنا إليها في المنشور السابق، تعريف بالنسبة لإطار التاريخ والموضوع سنراهم الآن في هذه النقطة. الموضوع، إذا الموضوع هو الفكرة العامة، هو الإشكالية، يعني مهما يعني طرح السؤال إذا قال لك الموضوع أو الفكرة العامة الإشكالية سأجيب بشكل واحد، لأن يعني الإشكالية لم تعد الإشكالية هي أسئلة منذ 2017، الإشكالية هي أصبحت موضوع أو فكرة عامة، إذا لا نطرح أسئلة. بالنسبة لي كيف أجيب بطريقة جيدة وأتحصل عدد كامل؟ أستند في كل في ذلك للسؤالين الأخيرين ومحتوى كل وثيقة، نعمل طلع على الوثيقة كل واحدة على تحكي، ثم نمشي للسؤال 4 و5 وأعيد صياغتهما. السؤال 4 و5 هما لأنهم يعالجوا في الوثائق، بالتالي معناتها الموضوع متاع الوثائق موجود في السؤال 4 و5. إذا هنا ما تتعبش روحك، ما تقلقش روحك، امشي للسؤال 4 و5 وعاود سيخم، نحي منهم السؤال وثم قدمهم يعني على أنهم موضوع، واجتنب هنا التكرار. واضح؟ هنا فما تلامذة يقول لي مسيو أنا عندي 4 وثائق كل وثيقة موضوعة؟ لا، عندي 3 كل وثيقة موضوعة؟ لا. إذن مهما تعددت الوثائق ننجز دائما موضوعا واحدا أو فكرة عامة واحدة أو إشكالية واحدة، إذن دائما موضوعا واحد لكل الوثائق وليس لكل وثيقة موضوعا، إذن ذلك يعتبر خطأ. ودائما الموضوع نجم نحط متى موضوع الوثائق، تستعرض الوثائق مظاهر كذا كذا وتبرز عوامل كذا، وإلا تبرز مظاهر القوى الصناعية ودعائمها، إذن بطريقة بسيطة هاو مثلا تتمحور الوثائق حول مظاهر إخفاق سياسة الأمن الجماعي ومسؤولية الأنظمة الأوروبية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، هذا جاء في البكالوريا، والسؤال كان وقتها السؤال 4 قالوا بين مظاهر إخفاق سياسة الأمن الجماعي، والسؤال 5 قالوا أبرز مسؤولية الأنظمة الأوروبية في اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذا أنا نمشي ديريكت للسؤالات الزوز هذوكم، عودت حوصلتهم وحطيتهم في جمل مفيدة بدون تكرار وبدون أسئلة، والإجابة صحيحة. بالنسبة للإطار التاريخي، ما هو الإطار التاريخي؟ الإطار التاريخي هو تحديد الفترة الزمنية التي تتمحور حولها الوثائق، إذا الفترة الزمنية، ثم لابد أن أقدم لمحة عن تلك الفترة، لمحة موجزة في جملتين في علاقة بالموضوع، ما تكونش معناتها منقطعة عن الموضوع. إذا هذه بالنسبة للإطار التاريخي، هذا يطرح إلا في مدى التاريخ، ما يطرحش في الجغرافيا، فهمنا؟ وديما حد الزمن البداية والنهاية متاع الوثائق متاعي، أول تاريخ أول حدث وقتاش وآخر حدث وقتاش، ثم نعطي في لمحة عن تلك الفترة بأكملها، فهمنا؟ موجزة قلت في سطري. مهما تعد الوثائق ننجز إطارا واحدا، لا ننجز عدة إطارات، ليس لكل وثيقة إطارا، الفرض كله بوثائقه سواء كانوا 2 3 4 لابد أن يكون إطار واحد وليس لكل وثيقة إطارا. مثال، تدور أحداث النص في الفترة التاريخية الممتدة بين 42 و 48، إذا النص في حدث 42 وحدث 48 قلنا وهي فترة، عشان نعطي لمحة عن تلك الفترة، اتسمت بماذا؟ بهزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية وتحول تونس إلى ساحة صراع بين الحلفاء والمحور. هذا بالنسبة للإطار. السؤال الثاني إذا بلغة الكرة، هي الكرة عند التلميذ تو، والتلميذ لابد أن يحضر مفاهيم هذه ويفهمها، والأستاذ هو اللي يقدمها في القسم ويشرحها. هناك قائمة مفاهيم تحددها الوزارة في كل سنة، والأساتذة مطالبون بتبليغها إلى التلاميذ، إذن ما عليكم إلا إعدادها، وستحصلون على نقطة أو نقطتين في فرض امتحان بكالوريا من هذه المفاهيم. النقطة الثالثة تستهدف المهارات، إذن هنا التلميذ في السؤال رقم 3 أصبح منذ 2017 السؤال الثالث ديما سؤال مهارات، خاصة في الجغرافيا يطلب من التلميذ رسم بياني في الجغرافيا، يطلب منه تم خيط إنجازها في التاريخ أو في الجغرافيا، ويطلب منه في التاريخ خاصة إنجاز سلم زمني. إذن وهذا السؤال دائما يكون على 3 4 نقاط، إذن يعني هي فرصة ثمينة للحصول على يعني هذه النقاط، خاصة يعني لما أكون متمكن من إنجاز الرسم أو إتمام الخريطة أو السلم الزمني. السؤال 4 و5 هما يتعلقان بدراسة الوثيقة أو الوثائق التي تشير إليها، والتلميذ مطالب أن يقرأ الوثائق جيدا وليجيب عن السؤال. إذن المشكل الكبير عند التلامذة ما هو؟ هو المحاكاة والسلخ، إذا يجب الابتعاد عن المحاكاة والسلخ. كيف الابتعاد عن ذلك؟ إذا لابد أني هنا أشمعتها محاكاة وسلخ، أنه التلميذ يقوم بإعادة ما جاء في الوثيقة جملة بجملة، إذا دون تصنيف أو تحليل،
يعني تلميذ ياخذ الجمل نتاع النص يعاودها بلغته هو بلسانه هو، ولا ياخذ الجدول ويحوله الى نص كان جدوى فاصبح نصا اصبح نثرا، اذا دون تصنيف او دون تحليل، فهمنا؟ لذلك للوصول على الاقل الى تجنب المحاكاه والسلخ لابد ان نعتمد المراحل التاليه. اول مرحله هي قراءه الوثائق جيدا، قراءه الوثيقه الوثائق جيدا، تحديد افكار كل وثيقه، فكره الوثيقه العامه والفكره الفرعيه الوارده فيها نحددها بنكتبها على الورقه نتاع الامتحان، نكتبها على الورقه نتاع النص، الورقه للجدول، ونحدد يعني بقلم وبستيلو ما المقصود، ماذا يطلب مني، ما هي ما المعنى من هذه الجمله، فهمنا؟ ثم بعد ما نحدد الوثيقه يعني الوارده في نحدد افكارها، نجمع هذه الافكار واصنفها وابوبها في شكل عناصر رئيسيه وفرعيه حسب المطلوب في السؤالين الاخيرين. مثلا انا عندي الوثيقه الاولى حكيت على المظاهر وعلى الدعائم والحدود، والوثيقه الثانيه حكيت على المظاهر والدعائم، والوثيقه الثالثه درجه الحدود. اذا انا يلزمني نجمع الحدود وحدها والدعائم وحدها والمظاهر وحدها. عندي في التاريخ مثلا حكى لي عن النشاط الوطني، وبعد رجع لي السياسه الفرنسيه، وبعد رجع للمطالب، وبعد مشى للنضال. اذا لابد ان اصنف الافكار كل حسب فرعيه وحسب عائلتها، فهمنا؟ إذن هذية نسميه تصنيف الأفكار بالشكل هذية، نبتعد عن المحاكاة، وديما تصنيف يتم حسب السؤالين الأخيرين لأنه هما اللي ماشي يشيروا لي إلى نقاط الاهتمام في الوثائق. شرح هذه الأفكار والتوسع فيها معلومات الدرس، وهنا يجي دور الدرس. دور الدرس أني أشرح الأفكار الواردة في النص في الوثيقة اللي عندي، إذا استعمل أفكار النص ومعلومات الدرس اللي عندي حفظتها من الكراسة متاعي وحضرتها في الدرس العام في شرح الوثيق. المشكل أنه أغلب التلاميذ يقول لك مادام عندي وثيقة ما استحقش للمعلومات. لا يا سيدي، تستحق للمعلومات، يلزمك تخدم أنت الوثيق متاعك بمعلومات اللي عندك في الدرس اللي فهمتها واللي قريتها، وإلا ما تنجمش تشرح وثيقة. بالتالي أنا رأى تحضير المعلومات للوثيقة أكثر من تحضير المعلومات للمقال. بالنسبة بعد، فما حاجة مهمة ما تعطوهاش أهمية لماذا، هي ضرورة تقديم استشهاد، ضرورة تقديم استشهادات أو قراءة من الوثيقة. إذا أنا عندي وثيقة خرجت منها المظاهر، لابد أن أقدم أدلة عن المظاهر، لابد أن أقدم في النص مثال أدلة عن النشاط الوطني، يعني نعطي جملة كما قال الكاتب، كما ورد في الجدول، كما ورد في الخريطة، كما يبدو في النص. إذا قول الكاتب كذا كذا، لابد أن نذكر الأشياء هذه ونذكر استشهاد، يعني ما يكونش جملة طويلة، ما يكونش معناتها الجدول كامل. إذا يكفي رقم، يكفي قرينة، استشهاد على أن المعلومة نتاعك راهي أخذت من ذلك النص، لأنه المنهجية تعطى في الفرض هذايا في شرح الوثيق على أربع نقاط تعرفوا وين تمشي، ولا تمشي هي تناول الشرح، تمشي الارتباط بالوثيقة، تمشي في تجنب المحاكاة والسلخ، تمشي في تقديم القراءة، تقديم استشهاد من الوثائق. إذا بالشكل ذاك تأخذ 4 على 4، لأنه المنهجية هنا في الوثائق أصبحت مخصصة إلا للسؤالين الأخيرين، السؤال 4 و5، وإلا إذا كان فمش 4 يولوا، فمش 5 أسئلة يولوا 3 و4. بالتالي لابد ان ننتبه للحكايه هذه. اللغه نقطه ثانيه تسند على اللغه، يعني اخطاء الرسم، اخطاء الاعراب، يعني استعمال المفاهيم الجغرافيه والمفاهيم التاريخيه في الفرض. اذا هنا لا اضيف افكار لم تذكرها الوثيقه او الوثائق جميع، ما نزيدش حتى وثيقه، ما نزيدش حتى معلومه ما جابتهاش الوثيقه. التوسع في المعلومه التي جاءت بها الوثيقه من عندي، ولو حتى كان هو ذكرها باقتضاب او ذكرها في كلمتين، انت هنا تنجم مثلا نقاط ويلسون 14 مثلا، المبادئ التحرريه، قال لك مبادئ ويلسون واكتفى. اذا انت مطالبه تجيب من الدرس وتتحدث عن هذه المبادئ. اذا افجر الكلمات التي ترد في الوثيقه، افجر الارقام هذيك من اين، من معلوماتي الخاصه. اذا لا اضيف افكار لم تذكرها الوثيقه. ثم هنا التوسع لا يكون الا في الافكار التي جاءت بها الوثيقه او الوثائق. اذا ثم النقطه الاخيره هي لابد ان احافظ على ترتيب الاسئله. ترتيب الاسئله، السؤال الاول بالاول والثاني بالثاني، وخاصه السؤال 4 و5. 4 و5 لان لما وضعت تخضع الى منطق، وهذا المنطق لما تغيره انت تحط تجاوب على 5 قبل الرابع، هذا يخل بالمنهجيه. بالتالي انت تنجم تجاوب على سؤال 4 في صفحه وحده من الاول، وتدور الصفحه اللي وراها وتجاوب على سؤال 5، فمش حتى اشكال. اذا ان شاء الله تكون هالمصافحه الاولى في الوثائق يعني فيها فائده، واكيد فيها فائده. المهم نسمع التوصيات ونطبقها، والى اللقاء في شريط، في لقاء اخر ساشرح كيف اطبق هذه التوصيات على دراسه وثيقه او وثائق، وشكرا.